والله احنا هنا في المدرسة هذه التوزيع ضعيف جدا خالص، يعني احنا 10 افراد 10 افراد، بيعطونا 3 علب فول و4 جناني مية صغار. امبارح اعطونا 3 علب جبنة و3 جناني مية فقط لا غير، مرتين في الاسبوع بيعطونا، ما فيش غير هيك. عندهم البسكوت بيجي في كل المدارس، عندنا في المدرسة هذه ما بنشوفش حاجة نهائي. والله انا بدبر بروح بشتري خبز صاج كل اربع فرشوحات ب5 شيكل 5 شيكل، ايش اسوي؟ ما عندي اطفال، عندي بيجي 30 نفر، مش عارف كيف بدي ادبر حالي انا في البعد كده، ما فيش. انا من غزه من الزيتون، لكن كيف بدي ادبر حالي في الايام الجايه؟ الله اعلم، مش عارف كيف ادبر حالي. احنا بنطلب من الانروا انها تجيب لنا حاجات اللي تكفينا، يعني المدارس بتوزع مثلا صواني رز هنا ما بوزعوش، بتوزع بسكوت هنا ما بوزعوش، حاجات كثيره هان مقطوعه ما بتصلناش بالمره. المياه المالحة بنتغلب نقعد نلفلف على كل المدارس، المياه المالحة للتغسيل بنلاقيها من المدارس، نقعد نلفلف. بوفرولناش حاجة نهائي، بخيمة قاعدين حوالي 30 فرد فيه. أغلب الأيام بناموا من غير أكل. ما فيش، طب إيش نسوي؟ القرشين اللي معنا خلصوا.